تعاني مدينة الأبيار من انعدام البنية التحتية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في المدينة. انتشار مياه الصرف الصحي مشكلة أدت إلى سوء الأوضاع الصحية في مدينة الأبيار. بالنسبه لمدينه الابيار، فيها بالنسبه لمدينه الابيار البنيه التحتيه بتاعتها ضعيفه بك. شوف انت متكسره، اكيد دورت يمين وشفت شوارعها كلها البنيه التحتيه متكسره، فهمتني؟ حتى الشركات البرازيليه اللي يخدمها ما يكملانش ما يخدمانش بضمير عشان يكملن مثلا البنيه التحتيه بتاعتها. البعوض والحشرات، ناهيك عن الروائح الكريهه ايضا. نعاني الحقيقه من مشكل في الصرف الصحي، وهذا ينعكس على الصحه العامه وعلى صحه المواطن بشكل عام، وتكاثرت فيه البعوض وغير ذلك والنقل الأمراض. والحقيقة المواطن الآن يعاني معاناة شديدة، ونأمل من المسؤولين وأخص بالذكر وزارة المرافق ورئيس الوزراء أن يلتفت لهذه المدينة. عدم وجود مكبات للقمامة والمخلفات الصناعية مشكلة أخرى تواجه المجلس المحلي لهذه المدينة. نحن نعاني من عدة مشاكل واختناقات في البنية التحتية، خاصة في منطقة الأبيار وضواحيها. هناك بعض المشاكل، والأغلبية من الشركة البرازيلية متعاقد مع في النظام السابق، وتعثر المشروع عند الآن، وسيرت اختناقات وفيضانات في المياه الصرف الصحي، ومياه نقص مياه شديد في المياه الشرب. يعني ضروري نعالج المشكلة هذه بتراجعة الشركة بتنفيذ الأعمال المشروع بالكامل. قناة العاصمة، كان معكم محمد عامر، الأبيار.